قررت الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية المشاركة في مبادرة كتف في كتف، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل أهلي التنموي من خلال تنفيذ خطة عمل في إطار زمني يتناسب مع الاحتياجات العاجلة في شهر رمضان المبارك. وأضافت الهيئة أنها تستهدف العمل في 12 محافظة والوصول إلى قرابة 150 ألف مواطن من أهالينا الأكثر استحقاقا، حيث تنفذ خطة العمل المستمرة خلال العام، وذلك بالإضافة إلى الأنشطة والبرامج التي تقوم بها بشكل دوري، على أن يتم الاستناد على قواعد بيانات منقحة لمنع تكرار وازدواجية الخدمات وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين.